اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا في هذا الجزء من الحلقه. مواقع التواصل الاجتماعي تظهر على الشاشه تبعا طارق النوفل وطارق التوجر هم ضيفا الحلقه الفقره اليوميه بين قوسين والكاتب احمد المصريح. في فقرة بين قوسين لهذه الحلقة اخترنا لكم مقالة للكاتب أحمد المصيبيح بصحيفة الرياض، والتي حملت عنوان المهايطية في مجتمعنا الرياضي، حيث بدأ الكاتب مقالته بالعبارات التالية: لم أجد غير المنقذ السيد جوجل لمعرفة معنى كلمة مهايطي، والتي تنطبق هذه الأيام على كثير ممن ابتلي بهم الوسط الرياضي من إداريين وإعلاميين منحت الفرصة لهم للهياط والاستعراض من غرف الفضائيات والإذاعات والصحف بحوارات وزوايا مكررة المضامين مع اختلاف الأدوات. وقبل أن أستعرض وأكشف الجانب الخفي لهؤلاء المهايطية، دعوني أعرض أحد التعريفات الطريفة للأخ جوجل عن الهياط وأسبابه، إذ لخص أحد الذين أجابوا عن تعريف الهياط بقوله: إنه هرمون يغزو الذكور والإناث فيساهم في نفخهم إلى درجة يشعرون من خلاله أنهم الأضخم بالحضور والرؤية، ويمنحون لأنفسهم حق النقد والانتقاد في كل المجالات، إذ تجد السباك منهم يتحدث عن الذرة، والكهربائي يتحدث عن علم الفلك وغير ذلك من آثار مرض الهياط، أبعدنا الله عنه. وأضاف الكاتب: وفي مجالنا الرياضي تعيش بيننا مجموعة مهايطية بسبب الواسطة والمحسوبيات وكثرة المال أحيانا، فبأقل الأدوات بالإمكان أن تصبح ناقدا وإداريا ورئيسا لنادي. وحديث الآن عن الإعلام المرئي تحديدا، والذي يتطلب حشو الساعات التي تعرض بالضيوف الذين يصنف بعضهم ضمن فئة المهايطية التي كان لها السبق والحضور الأكثر. ولكن ما مدى تأثير تلك الفئة على المتلقي؟ فإن ذلك يحتاج إلى دراسة دقيقة، لأن كل المؤشرات تؤكد أن الهياط له مفعول خطير، فالكثير يتأثر بالأضواء ويعتقد أن كل من يتحدث في الفضاء هو صاحب الرؤية الحقيقية الصادقة والهادفة. لذا أتمنى أن يكون المتلقي أكثر وعياً وإدراكاً، فالفضاء وبرامجه مثله مثل تويتر أو كشارع 80 يجوبه كل العقليات، فليس كل رأي تسمعه أو تقرأه هو السليم، فلا بد أن تفرق بين صوت وآخر. طيب خلينا نشوف عناوين صحافة الصباح. في صحيفة اليوم: غضب اتفاقي من ريكارد. فالاقتصادية برودوم أكرمت الدوليين بإجازة بعد 10 سنوات معاناة. في الرياضي: ريكارد يرد على سؤال الرياضي المحرج. مناف فكوني بعتزل. في عكاظ: في ختام الجولة 19 من دوري زين الأهلي يتأهب والشباب يترقب والاتحاد يتعدل. في النادي: مناف أبو شقير طيور الظلام تسيطر على العميد. والسراح: الخميس للأهلي رغما عن الاتحاد. في الشرق: حسني عبد ربه ضحيت ب3 ملايين من أجل الاتحاد. المهنة: لست عدواني وأغلبية الحكام رفضوا نقل الاجتماع مباشر. في المدينة: ريكارد مباراة أستراليا حياة أو موت. وعبد رب وانتقالي للاتحاد أفضل لكل الأطراف. خلينا نشوف توقعات الأمس لمباريات اليوم. حسام الاتفاق التعادل 1-1 3-1 اتفاق. الهلال والقادسية 3-0 الهلال. الهلال 2-0.
طيب ناخذ توقعات مباريات الغد. مهندس طارق ابدا معاك. الاهلي والفتح. الاهلي والفتح. الاهلي كم؟ والله اتوقع يمكن 2-1. 2-1. طارق 3-1 للاهلي. 3-1 للاهلي. الفيصلي وهجر. فيصلي وهجر 2-1 الفيصلي. 2-1 الفيصلي. مهندس طارق الفيصلي وهجر. تعادل. كم النتيجة؟ التعادل يمكن يكون سلبي. سلبي. الشباب ونجران. مهندس طارق الشباب ونجران. الشباب كم؟ أتوقع 3-1. 3-1 للشباب. 2-0 للشباب. 2-0 للشباب. المباراة الرابعة الاتحاد الرائد والاتحاد. مهندس طارق والله أتوقع يمكن في بريدة مباراة يعني ممكن تكون تعادل. تعادل كم؟ 0-0. 1-1. تعادل 1-1. مهندس طارق شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم. شكرا لك أخوي تركي، وأتمنى إن شاء الله بكرة تكون مباراة حافلة وندية، فيها الندية وفيها الإثارة إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا لك طارق. شكرا جزيلا لك لوجودك معنا اليوم. العفو أخوي تركي، وشكرا لك اللي جعلتنا نلتقي بالأستاذ طارق تويجري لأول مرة على الفضاء. مهندس طارق وأستاذ طارق النوفل شكرا جزيلا لكما. موعدنا إن شاء الله غدا 11:30 بإذن الله. نشوف ضيوف حلقة الغد قبل أن نودعكم. منصور الجبرتي رئيس القسم الرياضي بصحيفة الحياة، ونايف العنزي المحلل والناقد الرياضي المعروف. نودعكم بفرحة عبد الرحمن الحلافي في أمان الله. على طول وذكريات كل اللي فات فاكرة يا بلدي قلبي مليان بحكايات فاكرة يا بلدي أول حب كان في بلدي مش ممكن أنساه يا بلدي فين أيام زمان قبل الوداع
القمر يا بلدي. حلوة يا بلدي.